تفقد سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام مواقع وتجهيزات التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمن الخليج العربي واحد والمقرر إجراؤه في مملكة البحرين خلال الشهر الجاري. وقد طلع رئيس الأمن العام رئيس هيئة السيطرة على مواقع المباني والمنشآت الخاصة بالمنطقة الميدانية بالإضافة إلى التجهيزات التابعة للفريق الإداري والتي تتطلبها ظروف وأهداف التمرين الأمني المشترك الذي يعتبر الأول من نوعه، معربا عن تطلعه لوصول قوات الدول الشقيقة المشاركة في هذه التجربة الأمنية المتقدمة والتي ستكون في صالح الجميع. وأكد رئيس الأمن العام رئيس هيئة السيطرة على ما يتيحه هذا التمرين من إمكانيات رفيعة المستوى فيما يتعلق بالتدريب وتبادل الخبرات والمعلومات في إطار التعاون والتنسيق الأمني الذي تفرضه التحديات والمخاطر الأمنية على دول مجلس التعاون، منوها إلى أنه من بين أهداف التمرين التدريب على التعامل مع كافة الأحداث الأمنية ومنها مكافحة الأعمال الإرهابية. وشدد رئيس الأمن العام رئيس هيئة السيطرة على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك في مجالات التعاون والتنسيق والتخطيط بين الأجهزة الأمنية وتوحيد المفاهيم لمواجهة كافة أنواع التهديدات والمخاطر. وقد رافق رئيس الأمن العام رئيس هيئة السيطرة خلال الجولة التفقدية أعضاء لجنة الإعداد للتمرين وأعضاء الفريق الميدانية والإدارية والإعلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم يعني عندنا زيارة تفقدية لموقع التمرين إن شاء الله، ولله الحمد الأمور ماشية على حسب ما هو مخطط له. الجماعة مجتهدين بالنسبة للتدريب، تدريبات القوة أو حتى المنشآت. احنا يفصلنا اليوم عن دخول بقية القوات المشاركة في التمرين تقريبا حول 20 يوم أقل أو أكثر، واعتقد ان شاء الله باذن الله بيكون يعني الموقع جاهز قبل حتى الموعد اللي كان محدد له مسبقا. نتطلع للتمرين، نتطلع لوصول اشقائنا من دول مجلس التعاون ان شاء الله المشاركه في التمرين. اول تمرين خليجي امني مشترك بيكون في مملكه البحرين. طبعا هناك جهود كبيره بذلت في الاستعداد لهذا التمرين، سواء كانت في الموقع يعني موقع التمرين او حتى في موقع سكن القوات اللي بتكون موجودة. طبعا هناك تم تهيئة الموقع أيضا من ناحية السكن، من ناحية مواقف السيارات والمرافق المتعلقة بالسكن أيضا. إن شاء الله نتمنى أن يعني الإخوان اللي جايين أشقائنا من دول مجلس التعاون يقضون وقت يكون ممتع بالنسبة لهم، وأيضا يكون هناك اكتساب للخبرات المتبادلة والتعارف بين أفراد القوة إن شاء الله، وهذه كلها إن شاء الله تعزز العمل الأمني المشترك الخليجي.